طبعا هذا اليوم هو فعالية مسلسلة الفعاليات اللي بيكون فيها نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الكرم. طبعا أبت نقابة نادي الأطفال إلا أن تشارك بهاي المسيرة الحاشدة واللي هي أكثر تعبيرا من أي مسيرة ثانية أخرى، حيث أن هذول الأطفال هم يعني يضحون بحناجر قوية بالروح بالدم نبذيك يا أسير. غالبيتهم لهم أسرى في داخل سجون الاحتلال اللي لهم آباء أمهات أقارب في داخل هاي السجون، فهي مسيرتهم معبرة جدا عن التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال. في هذا اليوم الجميل اللي يقوموا فيها بهذا النشاط التضامني مع أسران البواسل بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني وأيضا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وهي رسالة تضامنية مع أسران البواسل في سجون الاحتلال أسرى الحرية الذين من خلال رسالة هؤلاء الأطفال لكل العالم ولكل المؤسسات الحقوقية في العالم أنه هذول أسرى حرية ويجب الإفراج عنهم بالقريب العاجل. وهي احنا بنشكرهم وكل المؤسسات اللي راعي لهي الأطفال، بنشكرهم على هذا الجهد الكبير لتضامنهم مع أسرانا. مسيرة اليوم هي تضامن مع الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، هي رمز للعالم كله أنه أطفال العالم موجودين بحرية واستقلال، موجودين في أماكن مرفهة، بينما أسرى أطفال فلسطين موجودين لمساندة الأسرى داخل سجون الاحتلال، مساندة القضية الفلسطينية اللي ما حد يقدر يحلها، اللي هلأ هم عمالهم بيعبروا عن آرائهم من قلوبهم، عم بيطيروا علام بالسماء عبارة عن بلالين، عم بتوصل للعالم انه احنا هيانا هون لسانا موجودين، رح نستنى الأسرى والأسيرات ورح نكون باستقبالهم وقت تحريرهم، رح تكون فرحة كبيرة. فهذا الأرض ملاتي وهذا الاسم عنواني، صحيا رغم مأساتي عزيزا بين أوطاني، أفك الكيد ما انتصرني وحرر رغم سجاني، سلاح الحق يعطيني غطاء ضد بطلاني، أنا مديون في أرضي سكر كل أعواني، أنا المحروم من حقه ومن أهلي وإخواني، هنا يا أم أبنائي سأنهي جل أحزاني، قريبا تشرق الشمس وتنهي ليل حرماني، ويصبح بيتنا حرا يجمع كل كلاني، ويعلو حقنا يوما فنصل الله إخواني. الحمد لله عمالها قضية الأسرة بتتقدم يوم عن يوم، والحمد لله كانت الناس وتقلقش، بس الحمد لله اليوم الناس صحيت على الأسرة معاناتهم بسجون الاحتلال، والحمد لله رب العالمين إن شاء الله بزيادة يا رب لحد يطلعهم من السجون، لأنه هذا حياة يعني قهر للزلامة للرجال، هاي تعرفين الحديث الشريف اللي بيقول وقهر الرجال، وهذا هو قهر الرجال يعني بحده أصلا. كان هذا اليوم مميز بالنسبة لأطفال محافظة طول كرم إنهم شاركوا في مسيرة مساندة للأسرانا في سجون الاحتلال، والكل من الأطفال بالطالب بالإفراج العاجل عن جميع الأسرى المعتقلين في محافظة طول كرم وفي الوطن كامل دون أي شرط أو قيد، ونتمنى من الجميع إن شاء الله إنهم يشاركونا في الاعتصام، وكان يوم حلو بالنسبة للأطفال. هذا الأرض مرآتي وهذا الاسم عنواني، سأحيا رغم مأساتي عزيزا بين أوطاني، أفك القيد منتصرا وحرا رغم سجاني، سلاح الحق يعطيني غطاء ضد بطلاني، أنا المسجون في أرضي سيبقى الكل أعواني، أنا المحروم من حقي ومن أهلي وأخواني، أنا المشتاق للطفل ليقفوا بين أحضاني، أرى الأطفال ممنوعا وحتى خلف أقباني، هنا يا أم أبنائي سأنهي جل أحزاني، قريبا تشرق الشمس وتنهي جل أحزاني، ليل حرماني ويصبح بيتنا حرا يجمع كل خلاني، ويعلو حقنا يوما بنصر الله إخواني.